القلب النابض لثورة تشرين، مدينة الناصرية لا تنسى شهدائها وتجدد العهد للمضي على دربهم ومتابعة كفاحهم حتى تحقيق أهداف الثورة. يستذكر الأهالي هنا مجزرة جسر الزيتون وما تلاها من عمليات قتل الناشطين والمتظاهرين على أيدي الميليشيات والقوات الحكومية. اليوم حشود كبيرة من أبناء ديقار يستذكرون الذكرى السنوية الأولى ليوم 27، ألا وهو دخول جماعات المسلحة إلى ساحة الحبوبي وقتل المعتصمين العزل، وبنفس الوقت يستذكرون الذكرى الدامية على قلوب أكثر أبناء المدينة والعراقيين ذكرى مجزرة جميل شمري، مجزرة الزيتون. ولا ينسى المتظاهرون تلك الحادثة الأليمة التي اقتحمت بها الميليشيات ساحة الحبوبي وأطلقت الرصاص مباشرة على المتظاهرين. لما هجموا الأحزاب الحاكمة، طبعا تعرفون منو اللي هجم، اللي هو هجم جماعة التيار الصدري على الساحة بعد صلاة الجمعة، صارت تعقيباتهم قتل الشباب. فاليوم طلعنا المسيرة رتبناها استنكارا للعمل الإجرامي اللي قاموا به. ذكرى دخول ساحة الحبوبي اللي هي اليوم بعد ما يقارب ساعتان قد أحد شباب ساحة الحبوبي اللي هو عباس حسين الذي راح ضحية الميليشيات الوقحة والأحزاب الحقيرة. مضت سنتان على مجزرة جسر الزيتون ولجنة التحقيق تستهتر بدماء الشهداء وتتستر على القتلة في محاولة لتسجيل القضية ضد مجهول. لحد الآن لم تظهر أي نتائج للتحقيق ولم يكشف عن قتلة المتظاهرين، مع العلم هم لحد الآن موجودين هنا بالبلد ولم يتم تحويلهم إلى القضاء. أمهات الشهداء لم يخرجن باعتبارهن مفجوعات فقط، بل باعتبارهن ثائرات عراقيات انتهجن الثورة طريقا للخلاص. أهل الغيرة، أهل الشرف، ديروا بالكم على عوائلنا، على أطفالنا تيتمت، شنو ذنبنا؟ شنو ذنب هاي الشباب؟ بعول هاي الشباب، بعولة، بعولة يا ظلام، بعول الشباب هذا، انتم عن كراسي وأولادنا بالتراب، ليش؟